بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بالصف الثالث ثانوي من استاذ شرح تبسيط لغة اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في حل مجموعة من التدريبات على المنهج بتاعك للعام 2020 من كتاب المواصل عام 2020، مستمرين من الوحدة الأولى الدرس الأول والثاني. إن شاء الله النهارده هنكمل حل تدريبات الجرامر اللي الكتاب من المواصل مديها عنوان جنرال اكسرسايز أون لانجويج، تدريبات عامة على لانجويج. لانجويج هنا نقصد بيها جرامر يا شباب. ان شاء الله بدايتنا على صفحة 42، وعلى بركة الله بسمحيني نبدأ ومديك عنوان ولا getting started، يعني ايه استعد ابدأ اجهز كده. الجملة الاولى على صفحة 42 بسمحيني بتقول لك ايه in the last two hours، في الساعتين الاخيرتين ايه اللي حصل بقى. I كذا my lessons، ايه الدروس بتاعتي. طيب الجملة اللي قدامك دي اللي هي the last two hours، اللي هي ظرف الزمان قدامك ده يدل على المضارع التام، تمام. يبقى تقول ايه had revised، دي اسمها ماضي تام بمعنى راجع. have revised ده مضارع تام، revised في شكل المصدر، و revised ماضي بسيط. هنقول ايه؟ هنقول مضارع تام have revised جابتنا في جملة رقم واحد. في حاجة مهمة جدا نلفت الانتباه ليها، ان كتاب المعاصر جايب لك الجملة دي من جابة منين، يعني الجملة دي جاءت في نموذج الوزارة الاول للعام 2020. نروح الجملة رقم اتنين، بقول لك فيها so far، ودي معناها حتى الان، ودي من الكلمات الدالة او من ظروف الزمان الدالة على المضارع التام. من سكولز، العديد من المدارس ايه بقى ان rural and urban areas، في المناطق الريفيه والحضريه، ودي من نموذج الوزاره الثاني في 2020. نقول ايه will have been built، ده اسمه مستقبل تام مبني المجهول، are building مضارع مستمر، have been built مضارع تام مبني المجهول، و were built ماضي بسيط مبني المجهول. انا هاخد المضارع التام المبني المجهول، احنا قلنا انا عندي so far دي من الكلمات الداله او ظرف زمان دال على المضارع التام. الجمله هنا فيها بناء المجهول لان كلمه سكولز تقع مفعول به. طيب نحرك الشاشة عشان نشوف جملة رقم 3، وطبعا هنا جايب لك الجملة دي اللي هي في 3 دي جات في اول في دور اول سنة 2019. طيب بيقول لك اوه يا كذا اي كذا ماي موبايل، يا الموبايل بتاعي، وات كان اي دو، اعمل ايه؟ يبقى كده هو حصل مشكلة في الموبايل بتاعه. طيب المشكلة دي يكون زمانها ايه؟ يكون زمانها بروك ماضي بسيط، ولا had broken ماضي تام، ولا was broken طبعا هنا بمعنى كسر الموبايل او حصل له عطل يعني، ولا was broken ماضي بسيط مبني المجهول، ولا have broken مضارع تام. طيب انا هاخد have broken مضارع تام. طب ليه مستر خدت have broken مضارع تام وما خدش الماضي البسيط؟ ماضي بسيط معناه ان الحادث وقع وانتهى، هو كده هو خلاص الموبايل بتاعه اتكسر وخلصنا، ماشي، وما خلاص الموضوع مش مهم، ملوش علاقه باللي يحصل بعد كده، بدليل انه ايه خلاص موقف انتهى وعدينا يعني. طيب لكن هنا بيقول لك اعمل ايه بقى، ده معناه ان انا لسه عايز حاجه لها علاقه بالحاضر. طيب يبقى نقول هات بروك اللي هي ماضي تام وتدي زمن ابعد كتير من بروك اللي هي ماضي بسيط، ولا هوز بروك ماضي بسيط من المجهول، مش هينفع معايا لان الماضي التام معناه ان حدث اكتمل بوقوع حدث اخر. طب فين الحدثين اللي هو جايبهم مع بعض عشان اقول ده حصل وده بعديه؟ لا، الجمله هنا فيها علاقه ليها علاقه بالمضارع او الحاضر، فمحتاجه ان الحدث وقع واثره لسه موجود، بدليل ده الموبايل بتاعي اتعطل او اتكسر، اعمل ايه؟ يبقى هو لسه بيربط زمنين ببعض، يبقى انت هنا محتاج فكره المضارع التام اللي هو حدث بدا في الماضي ولسه له اثر موجود في الحاضر، وده اللي خلانا خدناها بروكن اجابه صحيحه في الجمله رقم 3. والجمله دي كانت في دور 2019 او دور اول 2019. بقول لك فيها هي وجاه فراغ تو ذا بانك تو درو سم ماني، هو راح البنك عشان يسحب فلوس، درو هنا بمعناها يسحب من الرصيد بتاعه يعني. طيب he will be back in half an hour، هيرجع خلال نص ساعة. حلو خالص، طيب جميل جدا، يبقى انت كده ايه، طبعا دي جايه في امتحان الازهر 2019 علمي. طيب ده معناه ان الشخص ده راح المكان ولسه ما رجعش منه. طيب يبقى نقول has been بمعنى راح ورجع، ده مضارع تام. طيب has gone راح ولسه ما رجعش، had been دي ماضي تام تفيد برضه انه راح المكان ورجع منه بس ماضي تام، و was going دي ماضي مستمر. احنا عايزين ما يفيد المضارع التام ان الشخص ده راح المكان ولسه ما رجعش منه، ده اللي هيخلينا ناخد has gone إجابة صحيحة في 4. طيب 5 بقول لك فيها دكتور تامر ماله جاء فراغ for patients so far، so far دي تدل على المضارع التام، ماشي. طيب نقول had seen ده ماضي تام، has seen ده مضارع تام، so ماضي بسيط، وهو seen مبني المجهول في زمن الماضي البسيط، طبعا ده أزهر 2019 أدبي. هناخد has seen مضارع تام لأن هي اللي تتناسب مع so far. 6 بقول فيها nothing like this كذا to her، مفيش حاجة زي دي كذا لها، عايز أقول لك حصلت لها يعني. طيب نقول had happened ده ماضي تام، has never happened ده مضارع تام منفي،
ماشي. has ever happened ده مضارع تام واخد شكل الإثبات، و happened واخد شكل الماضي البسيط. طيب الجملة اللي قدامي بيقول لي فيها nothing like this، مفيش حاجة زي دي، يبقى أنت كده مش هتقدر تاخد نفي تاني، يعني has never مش هتنفع. طيب nothing like this happened to her، ماضي بسيط ما تنفعش، ان بتدل على وقوع الحدث وانتهاءه وما فيهوش اي اثار ولا حاجه. طيب had happened ماضي تام، مفيش ما يدل على ان ده ماضي تام، بفضل ايه؟ هاخد المضارع التام. nothing like this has ever happened to her، مفيش حاجه زي كده سبق وحصلت ليها. طب نحرك الشاشه علشان نشوف جمله رقم 7. بيقول لك my uncle كذا تو جيرماني ليتلي، عمي كذا الى المانيا، وادي كلمه ايه؟ ليتلي مؤخرا. طب ودي كلمه من الكلمات الداله على المضارع التام، يبقى نقول از ده مضارع بسيط، والبي ده مستقبل، هاز بين مضارع تام، وادي از بينج فيها از مع جيرند وراه. طب انا هقول هاز بين عشان يبقى معنى جمله عمي راح المانيا مؤخرا، يعني راح ورجع كده اهو. تمام. يقول لك فيها I have for the Olympic Games، أنا الألعاب الأولمبية، every 4 years، كل 4 سنين، for my whole life، طول حياتي. يبقى بيعمل إيه ده؟ يبقى الشخص ده إيه؟ بيتكلم عن حاجة لها علاقة بالمضارع التام، فور أهي وراها مدة زمنية. was watching ده ماضي مستمر، am watching ده مضارع مستمر، have watched ده مضارع تام، watched ماضي بسيط. إحنا قلنا جملة فيها علاقة وما يدل على المضارع التام أهو، يبقى هناخد have watched مضارع تام، إجابة صحيحة في جملة رقم 8. 9 بقول لك فيها يو لوك بيل، شكلك شاحب، يعني لونك مش طبيعي. يعني خلصت الجمله كده، بس هنا بادئ سؤال تو يو، عايز اقول له ايه اللي حصل لك، يعني او في حاجه حصلت لك. طب يقولها له بايه؟ هاز اني ثينج هابند تو يو، واخد شكل المضارع التام، ولا هاز اني ثينج بين هابند، ودي فيها بناء للمجهول، طبعا الاولانيه اكتف والثانيه باسف. هاد اني ثينج هابند ده كده ماضي تام، و واز اني ثينج هابينج ده ماضي مستمر. طب بيقول له يو لوك، انت تبدو، يبقى انت كده في المضارع. بما اننا في المضارع يبقى هناخد has anything happened واخد شكل اكتف، لان السؤال قدامي مفيش فيه بناء للمجهول. 10 بقول لك فيها I haven't seen Mr. ايمن، انا لم ارى مستر ايمن، وادي مضارع تام منفى اهو. طيب ايه اللي ينفع هنا؟ نقول long time ago، من فتره طويله عدت، ولا recently، ولا lately، الاثنين معناهم مؤخرا، الاثنين بيجوا في المضارع التام. خلاص يبقى ناخد الاثنين، اللي هي بيقول لك ايه؟ بي يو سي، يعني دي ودي ينفع. طيب 11 بيقول لك فيها he got فراغ ذا بيانو سينس هي ووز 8، هو كذا البيانو منذ ان كان في سن ايه؟ في سن ايه؟ 8 سنوات. طيب نقول بليز، خد بالك من حته سينس، وجاي وراها اللي قدام الجزء اللي قدام اشاره للماضي. طيب يبقى انت كده معناها او بترجعك دهيه لفكره الجمله اللي بتيجي فيها سينس وفيها حدثين، حدثها هي جملتها يعني تبقى ماضي بسيط، الناحيه الثانيه يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها مضارع تام او مضارع تام مستمر طبعا. طيب نقول ايه؟ plays مضارع بسيط، is playing مضارع مستمر، has played ده مضارع تام، و had played ده ماضي تام. انا هاخد المضارع التام متحقق في has played، اجابه صحيحه في جمله رقم 11. طيب نحرك الصفحه شويه عشان نشوف 12 وكمان نشوف معاه رقم الصفحه. بيقول لك we haven't seen him over a year، احنا لم نشاهده كذا over a year. خد بالك ان over a year كده تعتبر بالنسبه لي مده زمنيه محدده، لان معناها اكتر من سنه. طالما اقول اكتر من سنه يبقى كده هحدد المده. يبقى نقول سينس اللي هي معناها منذ، دي تيجي وراها بدايه مده، ولا فور تيجي وراها معناها مده، تيجي وراها مده محدده، ولا فروم معناها من، ولا ان معناها في. انا هاخد فور اوفر اير معناها لمده تزيد عن سنه. 13 ده شكل حوار ما بين طرفين، هنا يقول ايه؟ كذا بين تو اسوان، ادي بين هنا تصريف ثالث، ودي اسوان. طيب قال له نوت يت، لا لسه. طيب هاد يو ايفر ده ماضي تام. طيب هاف يو ايفر ده مضارع تام. Have you never؟ ده واخد شكل النفي اهو، صحيح هاف، لكن هنا في نفي. You have ever؟ اللي قدامي ده ايه؟ ده سؤال صح؟ طيب يبقى انا عايز يكون لي هذا السؤال ترتيب سؤال ما فيش فكره من استفهام، لان كلهم الاختيارات ما فيش فكره من استفهام. طب زمنه ايه؟ خد بالك على حته يت دي، يت دي تديني مضارع تام. خلاص روح لي have you ever عشان تبقى ادي هاف فعل مساعد، وادي الضمير انت بتتكلم عنه، وادي ايفر، وجيب التصريف الثالث وكمل سؤالك عشان تبقى هاف يو ايفر بين تو اسوان؟ قال له نوت يت، انت رحت اسوان قبل كده؟ قال له لا يا عمي انا ما رحتهاش قبل كده. طيب على صفحه 43 الجمله 14 بيقول لك ايه؟ فريد از ستيل ات ذا اوفيس، فريد لسه قاعد في المكتب. ماشي يا سيدي. هي كذا اول نايت، خد بالك من حته طوال كذا، اند هي از فيري تايرد، هو ايه بقى؟ طوال الليل وتعبان جدا. طيب نقول هاز بين وركينج، ده اسمه مضارع تام مستمر، وركس ده مضارع بسيط،
had worked ماضي تام وhas worked مضارع تام. all night طوال الليل من all وراها ظرف زمان من الكلمات الداله على مضارع تام مستمر ده اللي هيخلينا ناخد has been working جاب واحد صحيح في جمله رقم 14. 15 بيقول لك فيها a long time has passed فتره طويله مضت ادي has وراها تصريف تام يبقى انت كده مضارع تام. وبعد كده الفراغ بيقول لك ايه I saw him جمله تاني في زمن ماضي بسيط يبقى انت كده محتاج الرابط سينس عشان نربط جملتين جملته هو تبقى ماضي بسيط الناحيه الثانيه مضارع تام يبقى نقول as long as ولا because ولا since ولا until احنا قلنا ايه هناخد since لان هي اللي تاتي معها الفكره اللي احنا لسه قايلينها. طيب نروح لجمله رقم 16 ولا فيها رانيا مالها رانيا جاء فراغ as a doctor for the last 10 years كطبيبه للعشر سنوات الاخيره يبقى انت كده عايز ايه يبقى انت كده عايز ما يدل على المضارع التام. ماشي ماشي بنقول has been working تمام ولا worked ولا had worked ولا is working. الله يا مستر الجمله ما فيش فيها مضارع تام ده فيها مضارع تام مستمر has been working وفيها worked ماضي بسيط وفيها had worked ماضي تام وفيها is working مضارع مستمر. خلاص مش مشكله يا سيدي هناخد المضارع التام مستمر. الله ايه يا مستر انت عم بتقول لنا حاجات كده ايه مش لسه انت قايل مضارع تام اللي قدامك مضارع تام مستمر فور ياتي بعدها مده زمنيه محدده وتستخدم في المضارع التام والمضارع التام المستمر. لقيت مضارع تام خلاص مضارع تام مستمر خلاص اللي موجود فيهم طالما هو اللي يناسب الجمله خلاص اختار. طبعا الهدف من الحكايه دي يا شباب ان احنا نقول الحكايه مش حفظ وخلاص لازم تفهم الجمله ماشيه ازاي يعني انا القاعده الفهم فيها العنصر الاول ثم الحفظ يعني فهمها الاول القاعده بالذات فهم الاول وبعدين نحفظها مش هنقول لك طبعا ما تحفظهاش يعني طبعا ما ينفعش تسيبها. 17 بيقول لك يو جا فراغ اور اولد فريندز فور اير احنا كذا اصدقائنا القدامى لمده سنه ماشي اداك مده اهي زمن محدد they are too busy مشغولين جدا يبقى طبعا هم كده معناها انه عايز جمله منفيه هنا. طب هل انت ميت ده ماضي تام منفي طبعا didn't meet ماضي بسيط منفي haven't met ماضي تام منفي مضارع تام منفي haven't met عفوا haven't met مضارع تام منفي haven't been met فيها مبني للمجهول في المضارع التام وبرضه جمل منفي الاربع اختيارات منفي. قلنا فور اير وراها مده زمنيه محدده يبقى انت كده بتحكي عن ايه المضارع التام والمضارع التام مستمر. مين الموجود في الاجابات؟ موجود haven't met مضارع تام الجمله منفيه صحيح لكن هو ده ما يتطلبه الاختيار. 18 بيقول لك في اي جاي فراغ اولمبيك جيمز انا كذا الالعاب الاولمبيه اول ايفنينج ماشي كل مساء اند ناو اي ام جوينج تو بيت. اول ايفنينج هنا بقى مش معناها كل مساء معناها طوال الليل خلاص. ايه الدليل؟ انه قال لك ودلوقتي يبقى ده معناها ان كده اول ايفنينج معناها طوال الليل يبقى ما تستعجلش وترجم الجمله غير لما تجيب اخرها. ها يبقى هنا معناها انا كذا الالعاب الاولمبيه طوال الليل ورايح انام دلوقتي. طب يبقى هوز واتشنج ماضي مستمر هاف بين واتشنج مضارع تام مستمر have watched مضارع تام و watched ماضي بسيط. طالما قال لك all وراها ظرف زمان طوال كذا يبقى انت عايز المضارع التام المستمر have been watching. طيب الجمله 19 بيقول لك فيها ايه وجايب فراغ it a عم for the past 3 hours ادي 4 وراها مده زمنيه محدده جميل was rained ماضي بسيط مبني للمجهول had rained ماضي تام was raining ماضي مستمر has been raining مضارع تام مستمر هاخده هو ليه يا عم؟ قال لك فور وراها مده زمنيه محدده يبقى خلاص مضارع تام مستمر. عشان بقول لك فيها ساره ملباته كور رانيا اول افترنون ساره كذا انها تتصل برانيا طوال فتره الظهر بعد الظهر قصدي. But each time كل مره she calls the number is busy كل مره ما ترن عليها الرقم مشغول. طيب has been trying مضارع تام مستمر has tried مضارع تام و tried ماضي بسيط و is trying مضارع مستمر هاخد has been trying علشان طوال بعد الظهر اللي هي اول افترنون اللي هي اللي خلتني خدت المضارع التام المستمر. طيب هنا الكتاب مديك عنوان مسميه special cases حالات خاصه بده معناه انه هيجيب لك بعض الجمل اللي فيها شويه ايه شواذ وحاجات زي كده. طيب he wanted to know هو اراد ان يعرف ايه I have been a member in this sports club. إن أنا سبق لي وكنت عضو في إيه؟ في النادي ده. طيب. Since how long؟ طيب. Since ويجيب وراها سؤال عن مدة زمنية محددة. ولا for وراها how long؟ ولا for when؟ ماشي؟ ولا how long ago؟ الجملة دي مش مضارع تام أهي. تمام. خلاص يبقى أنت كده هو for when مش هينفعوا معايا و how long ago مش هينفعوا فاضل معايا since how long و for how long؟ ما ينفعش اقول ورا سينس هاو لونج اللي بتسال عن طول مده زمنيه محدده يبقى فاضل مين؟
فور هاو لونج هي باعث صحيحه في الجمله رقم 21. 22 بيقول لك فيها ماي كار، سيارتي مالها بقى؟ داون. طيب ماشي، داون بمعنى عايز اقول لك ايه، تعطلت يعني. طيب سو اي هاف تو كول ذا ميكانيك ات وانس، ولذلك اتحتم عليا ان انا ايه ارن على الايه الميكانيكي. طيب بروك داون، طيب بروك داون وداون تاني، بروك داون داون ازاي يعني؟ طبعا بروك ده ماضي بسيط. طيب هاز بروكن ده مضارع تام، هاد بروكن ده ماضي تام، هاز بين بريكنج ده اسمه مضارع تام مستمر. طيب هو بيقول لك ايه، انا اتحتم عليا ان انا اتصل، يبقى انت كده جملتك محتاجه يكون لها علاقه بالمضارع، صح؟ يبقى خلاص مفيش غير هاز بروكن المضارع التام هي اللي تنفع معايا. طيب ليه ما ينفعش اقول هاز بين بريكنج؟ العربيه عماله تتعطل كل شويه عشان تديني مضارع تام مستمر؟ لا هي خلاص هي اتعطلت وخلصت، وهو هيرن على الميكانيكي يشوفها. طبعا احنا رفعنا لك الشاشه شويه عشان نشوف رقم الصفحه ورقم الجمله الجديده اللي هي الجمله رقم 23. اجي فراغ ذا كيتشن اول مورنينج، انا كذا المطبخ طول فتره الصبح. اند مام سيز اتس ستيل ديرتي، وماما بتقول ده لسه مش نظيف. طيب هاف كليند ده اسمه مضارع تام. طيب كلين ده مصدر، ام كليننج ده مضارع مستمر، هاف بين كليننج. طيب انا هاخد هاف بين كليننج. الله، طب ليه يا عم هتاخد هاف بين كليننج وما خدتش المضارع التام؟ لاكثر من سبب. اولا ان اولد اللي هي معناها طول وراها ظرف زمان ما تنفعش مع المضارع التام، تنفع مع المضارع التام مستمر، دي حاجه. الحاجه الثانيه حتى لو مش موجوده، حتى اول مورنينج مدلول الزمن بتاع المضارع التام ايه والمضارع التام مستمر. المضارع التام يدل على حدث بدأ في الماضي وله أثر بسيط في الحاضر، لكن المضارع التام مستمر، حدث بدأ في الماضي وأثره لا يزال مستمر لفترة أطول في الحاضر، وده اللي يميزه عنه. تمام؟ طيب يبقى احنا بنأكد إجابتنا في الجملة 23، هاف بين جنين مضارع تام مستمر، وعلشان إيه بقى الحتة الواضحة أهي، أول مورنينج ظرف الزمان أول مع جايب وراه ظرف زمان، إجابتنا في 23. 24 بيقول لك فيها سرفايفرز أوف ذيس مورنينجز اكسيدنت، الناجين من الحادثه دي بتاعت الصبح والعياذ بالله ربنا يعافينا طبعا، جاء فرغته ذا سيتيز مين هوستل الى المستشفى الاساسي او الرئيسي في المدينه. هاف بين تيكن ده اسمه مضارع تام بالمجهول، هاف تيكن مضارع تام ولكنه اكتف مش باسف، توك ماضي بسيط، هاف بين تيكنج اللي قدامك دي واخده شكل المضارع التام مستمر. انا عايز مضارع تام مبني للمجهول، طب ليه يا عم؟ لاني الناس اللي هم الناجين دول مفعول به، اخذوا الناس خدتهم او الاسعاف خدتهم، المهم ان هم مفعول به، ده اللي هيخليني اخد المضارع التام المبني المجهول، وده متحقق فيها بين تيكن، اجابه صحيحه في الجمله رقم 24. 25 بيقول لك في اوجه فراغ all my homework and now I am ready to go out، انا كذا الواجب بتاعي ودلوقتي انا مستعد للخروج. طيب حلو، have been finished مضارع تام مبني المجهول، finish مصدر، have been finishing مضارع تام مستمر، have finished مضارع تام. تمام، انا هاخد المضارع التام بس، ليه يا عم؟ لان هو خلاص انهى الواجب، وخلاص هو انهى الواجب بتاعه، ودلوقتي هيروح لينتقل لفعل جديد اللي هو الذهاب للخارج، ده معناه انه مش لسه مستمر في اداء الواجب بتاعه. طيب نتحرك لصفحه 44 عشان نكمل. 44 عليها بداية الجملة رقم 26 واللي يقول لك فيها what، وطبعا في سؤال هنا قدامي، ماذا كذا your mother ماما for her birthday tomorrow، العيد ميلادها بكرة. طيب ماشي، نقول ايه هنا اهو، have you been buying ده مضارع تام مستمر، have you bought مضارع تام فقط، you bought ماضي بسيط، وهاد you bought. طيب بما ان هنا في كلمة استفهام يبقى انت كده عايز وراها فعل مساعد وبعد كده فاعل وبعد كده تصريف تالت، لان الجملة ليها علاقة مضارع تام. ماشي طيب. طب نقول have you been buying، انت عمال تشتري لسه، طب يبقى ده معناه المفروض ان هو شايف قدامه عمال يشتري. لا ده هو مش بيتكلم في الفكره دي، بيتكلم انت اشتريت بالفعل ايه. يبقى انت كده محتاج ايه؟ محتاج مضارع تام بس. تمام؟ طب ليه ما خدش طبعا you bought هنا الصيغه غير مكتمله وخطا. طب ليه ما خدش ماضي تام؟ لما بيقول لك tomorrow بكره، يبقى ازاي اقول معاها ماضي تام؟ 27 جاب فراغ I started my job. تمام، طيب ادي هنا جمله ماضي بسيط، I have met important people، طب ادي هنا مضارع تام. الله، طب الجمله بدا بفراغ وبعد كده في ماضي بسيط والناحيه الثانيه مضارع تام، امال ايه الحكايه يا عم؟ اجيب ايه كده؟ اجيب فور ولا سينس ولا انتل ولا وين؟ الوحيده فيهم اللي تنفع هي سينس. طب ليه يا مستر الوحيده اللي تنفع من غير ما تشوف باقي الحاجات؟ اقول لك يا سيدي، انت عندك ملحوظه في القاعده بتقول ايه؟ اذا جت سينس الجمله فيها زمنين او حدثين، الفعل في جملتها هي يكون ماضي بسيط اهو متحقق،
مش المحطة اللي سنسيناتي دي جملتها. طيب وجملة في الطرف الآخر تكون إيه؟ يا مضارع تام مضارع تام مستمر، وده متحقق خلاص. بس نروح لجملة رقم 28، بيقول لك فيها the committee members disagreement، الخلاف اللي حصل ما بين أعضاء اللجنة. إيه يا عم ماله؟ جه فراغ caused a serious problem، تسبب في مشكلة حقيقية. طيب نقول has ولا have ولا was ولا where؟ أنا هاخد has. الله، طب ليه يا مستر؟ لأن disagreement يعني it صح؟ يبقى قولت has، ما ينفعش قولت have. الجملة اللي قدامي طبعا هنا مضارع تام، خلاص ما ينفعش. the disagreement was caused، تسببت. طب ده هي لا، ده disagreement فاعل مش مفعول. وغير مش تنفع عشان disagreement سويته، برضه مش تنفع عشان حته ما فيش فيها من المجهول، الجمله ما فيش فيها من المجهول. انا عايز جمله اكتب، ولذلك خدنا هذه اجابه صحيحه في جمله رقم 28. 29 بدايه سؤال why، وجاء في فراغ away last week end وعلامه استفهام. طيب تمام، last week اللي كده تدلنا على ان الجمله ماضي، تمام ماضي بسيط. طب نقول didn't you go؟ طيب بعدين هي فيها صياغه في النفي، ماضي بسيط برضه. won't you go؟ ده مستقبل. are you going؟ ده مضارع مستمر. haven't you gone؟ ده مضارع تام وفيها نفي. احنا قلنا ايه؟ عايزين ماضي بسيط، وده متحقق في didn't you go، اجابه صحيحه في 29. تاني بقول لك فيها it وجاي فراغ very cold lately، عايز اقول لك ان الدنيا كانت برد مؤخرا يعني، تمام. but it's just beginning to get warmer، الدنيا بدات ايه؟ تدفى شويه، او لسه يا دوب اللي هتبدا تدفى، بنت كده عايز مضارع تام. hasn't been، مضارع تام هيكون منفي ولا مثبت؟ شوف حسب الجمله، hasn't been ده فيها نفي، مضارع تام اهي. has been مضارع تام برضه بس مثبت، is مضارع بسيط، و had been ماضي تام مثبت. طيب بقول لك انها كذا برد جدا الفتره الاخيره، لكن ايه دلوقتي خلاص الدنيا بدات تتحسن، يبقى انت كده عايز الاثبات مش النفي، لاني بدليل هنا هو بيقول لك ايه but، يبقى هي كانت هنا عكس هنا، يبقى كانت برد في الفتره اللي عدت لكن خلاص اتحسن دلوقتي. واحد بيقول لك I got fired working with my company but now I want to look for another job، كذا العمل مع شركتي لكن دلوقتي انا ايه عايز ادور لي على وظيفه جديده. طيب enjoy ده ماضي بسيط، enjoying فيها gerund، شكل الجيرند والاستمراريه بس ما فيش مدل على الاستمراريه. have enjoyed مضارع تام و enjoyed too، انا هاخد have enjoyed. ماشي، بقول لك ايه انا استمتعت، I have enjoyed working، انا استمتعت بالعمل مع شركتي لكن دلوقتي انا عايز ادور على شركه جديدة او مكان جديد، ودي هنا فيها مضارع تام. طيب الجملة رقم 32 بيقول لك فيها so far، ودي كلمة من الكلمات الدالة على المضارع التام. بيقول لك حتى الآن today اليوم I كذا emails to six of my friends، ايميلز ستة من أصدقائي to tell them the good news، عشان أقول لهم الأخبار الحلوة. طيب ماشي. nor wrote كتب ولا am writing، ده wrote هنا ماضي بسيط طبعا، am writing ده فيها مضارع مستمر، have been writing مضارع تام مستمر، و have written مضارع تام، انا هاخد have written مضارع تام علشان so far. تالتة بيقول لك فيها the library hours، ساعات المكتبة كذا for today لهذا اليوم. ايه ساعات المكتبة لهذا اليوم؟ the library opens at 11 o'clock tomorrow، وهتفتح بكرة الساعة 11. تمام يا سيدي، يبقى ده معناه ان ايه ساعات العمل النهاردة خلصت انتهت. يبقى نقول have finished مضارع تام، ولا have been finished مضارع تام برضه بس مبني المجهول، ولا have been finishing مضارع تام مستمر، ولا finish في المصدر have finished انتهت مضارع تام. ما ينفعش يكون في استمراريه للفعل finish، ينهي، انت عمال تنهي 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 تنهي، لا هو انت بتنهي الحاجه مره واحده وخلصت، مش بتقعد تنهي فيها اكتر من مره. طيب نحرك الصفحه شويه عشان منها تشوف الرقم الجديد للجمله اللي جايه اللي هي 34، وكمان منها تشوف الصفحه تحت 44. 34 بيقول لك فيها this is the first time for Jane، دي اول مره بالنسبه لجين ايه؟ her car alone، العربية بتاعتها وبمفردة. طيب لما قلنا this is the first time for فلان، يبقى انت كده عايز تو المصدر، تو فيكس، ولا هاز فيكس مضارع تام، ولا هاد فيكس ماضي تام، ولا فيكس ماضي بسيط، قلنا تو المصدر يبقى تو فيكس. خمسة بيقول لك فيها رقية مالها بقى 3 تيست this month، تلات امتحانات الشهر ده. طب بما انه بيتكلم وبيديك عدد ومش عارف الشهر ده والكلام من ده، يبقى انت كده محتاج ايه تتكلم فكرة المضارع التام، يبقى نقول هاز تيكن ده مضارع تام، has been taking مضارع تام مستمر، had taken ده ماضي، had taken ده ماضي تام، had been taken ده ماضي تام بس مبني مجهول، احنا عايزين ايه؟ قلنا مضارع تام فقط، يبقى هاخد has taken. ستة بيقول لك فيها I can't remember the last time، انا لا استطيع ان اتذكر اخر مره ايه I to the cinema. طبعا هنا بيتكلم في فكره ايه؟ بيتكلم في فكره الماضي البسيط، ما بيتكلمش لان هو خلاص راح وانتهى، راح السينما وخلصنا.
تمام. هاف بين ولا طبعا هاف بين تفيد ايه؟ ان انت رحت ورجعت، بس كلام عن المضارع التام. قلنا فلان راح المكان الفلاني ورجع منه، لا هو بيقول لك انا مش فاكر اخر مره انا رحت السينما، ودي اللي فارقه معايا. والجول المصدر لا، وانت دي ماضي بسيط، ام جونج ايه مضارع مستمر. انا هاخد وانت الماضي بسيط، واحنا قلنا السبب ايه. سادن بيقول لك فيها شي هاز بين تو امريكا، هي راحت امريكا، جميل خالص. This means that she has a there. بقول لك راحت امريكا يبقى معناها ايه؟ الله، طب ما هنا راحت، طب راحت يعني راحت. راحت ورجعت، هاز بين تو، راحت ورجعت، راحت امريكا ورجعت، ده معناها ايه بقى؟ انها تكون هناك. از ستيل، لا زالت، ولا از نو لونجر، لم تعد هناك، ولا ويل بي، سوف تكون، ولا وونت بي، از نو لونجر ذير، لم تعد موجوده هناك. نتحرك على صفحه 45 عشان نشوف جمله رقم 38 بيقول لك فيها. طبعا الاختيارات بدات تبقى جمل طويله شويه. مايا هاز نيفر فلون بيفور ذيس تايم، مايا لم يسبق لها الطيران قبل المره دي. قبل المرة دي بيبقى ده معناه ان المرة دي هي اول مرة تركب طيارة. دور على المعنى ده اللي هو ايه؟ انها اول مرة تركب طيارة. طب it is the first time for Maya to fly، دي اول مرة لمايا انها تطير، تركب طيارة يعني. ولا Maya has flown once before this، Maya سافرت قبل كده مرة. ولا we don't know if Maya has flown before or not، احنا ما نعرفش اذا كانت Maya سافرت قبل كده ولا لا. ولا Maya has flown before that time، ولا Maya سافرت قبل كده. لا، انا عايز الجملة الاولى اللي بيقول لك ان دي اول مره لمايا انها تركب فيها طياره. هنرفع الشاشه بس عشان الجمل اللي اختياراتها طويله ما تتوهكش الايه الجمله اللي قدام عينيك. جمله رودينا، ودي جمله رقم 39، از ذا كليفرست جيرل اي هاف ايفر نون. رودينا اشطر بنت انا عرفتها. طب ايه اللي يناسب الجمله دي؟ يعني دي نفس المعنى. رودينا از از كليفر از سم جيرلز اي هاف نون بيفور، رودينا شاطره زيها زي بعض البنات اللي انا شفتهم. ولا رودينا از ليس كليفر، اقل شطاره، ذان سم جيرلز. ولا رودينا از كليفر ذان، رودينا اشطر من بعض البنات اي هاف نون بيفور. رودينا از كليفر ذان اول جيرلز، خد بالك هنا رودينا اشطر من كل البنات. تمام، في الجمله سي بيقول لك ايه؟ بعض البنات، وده اللي يفرق. لا، هو رودينا هي اشطر واحده في كل البنات، يبقى هاخد الاختيار دي، رودينا از كليفر is cleverer than all girls، كل البنات اللي هو سبق وعرفهم قبل كده. طيب الجمله 40، واحنا قلنا السبب في ان احنا بنرفع الشاشه كل شويه، انت كده تبقى شايف الجمله، اختيارات كتير اصلا. طيب في 40 بيقول لك ايه؟ I have never eaten such a delicious meal، انا عمري ما اكلت وجبه جميله زي دي، طعمها حلو يعني. طيب ايه معنى الجمله دي؟ I am not enjoying the meal I am eating، انا مش مستمتع بالوجبه دي، ولا I am enjoying the meal I am eating، أنا مستمتع جدا بالوجبة. ولا the meal I am eating is not delicious، الوجبة اللي أنا باكلها دي مش لذيذة. ولا the meal I am eating is not as delicious as meals I have eaten before، الوجبة اللي أنا باكلها مش لذيذة زي وجبات وسبق ليا أكلتها قبل كده. اللي حافظ على معنى الجملة 40 هو I am enjoying the meal I am eating، أنا مستمتع بالوجبة اللي باكلها. طيب 41 بيقول لك فيها سما is the kindest friend I have ever had، سما أطيب صديق انا حصلت عليه. طيب ده معنى ايه؟ I have never known kind friends، انا عمري ما عرفت اصدقاء كويسين طيبين يعني. I have ever known kind friends، لان طبعا جاب العكس، never عكس ever، انا طول عمري بعرف اصدقاء طيبين. ولا سما is kinder than my other friends، سما اكثر طيبة او عطف من او حنو من اصدقائي التانيين. ولا سما is as kind as هما، خلي بالك من هنا في المشكله دي، as kind as، وبعد كده يجيب لك زان، ده كذا مصيبه ورا بعض. الاختيار السليم الوحيد فيهم هو سي، سما is kinder than my other friends، سما اطيب او اكثر عطفا من باقي اصدقائي. طيب نروح للجمله 42 وبيقول لك فيها I have never gone fishing، انا عمري ما ذهبت للصيد، عمري خالص ولا مره راح. طيب المعنى ده نجيبه منين؟ يا ترى this is the first time for me to go fishing، دي أول مرة أروح أصيد، هو ما قالش كده، ما اداش ما يدل على ده. I went fishing but I can't remember، أنا صدت قبل كده بس مش فاكر أو مش قادر أفتكر. ولا I've ever gone fishing، أنا طبعا جايب لي ever أهي. ولا I haven't ever gone fishing، أهي دي بقى، I haven't ever، أنا عمري ما رحت اصطدت قبل كده، يبقى مديني نفس المعنى، I have never gone fishing زيها زي I haven't ever gone fishing. طيب نحرك الشاشة شوية، تمام، علشان نخلي جملة 43 اللي ظاهرة وكمان معاها رقم الصفحة.
بص بيقول ايه، ماي وايف هازنت جون اوت سينس فرايداي، مراتي ما خرجتش منذ يوم الجمعه. تمام، ده معنى ايه؟ يعني مين الجمله اللي هتدي نفس المعنى؟ ماي وايف لاست وينت اوت اون فرايداي، اخر مره زوجتي طلعت فيها كانت يوم الجمعه، ولا ماي وايف didn't جو اوت اون فرايداي، مراتي ما طلعتش بره يوم الجمعه، ولا ماي وايف هاز جون اوت اون فرايداي، ولا مراتي خرجت يوم الجمعه، ولا ماي وايف هازنت جون اوت اون فرايداي، مراتي لم تخرج يوم الجمعه. اللي يديني معنى الجمله اللي قدامي اللي هي بيقول زوجتي لم تخرج منذ يوم الجمعه، ده معناه ان اخر مره هي خرجت فيها كانت يوم الجمعه، اللي هي ماي وايف لاست وينت اوت اون فرايداي، اخر مره هي طلعت فيها كانت يوم الجمعه، اللي هي الماضي البسيط اللي قدامك اللي بيعبر عن نفس المعنى. أربعة بيقول لك I have lived in Edfu since 1999. أنا عايش في أنا عشت في إدفو، أو بعيش في إدفو، لأن هنا مضارع تام. أنا عايش في إدفو منذ العام 1999. طيب مين في الأربعة دول اللي حافظ على نفس المعنى؟ I lived in Edfu 1999 ده ماضي بسيط، يبقى ده معناه إن هو خلاص مشي منها، سابها راح حتة تاني. I have been lived in Edfu ده مبني المجهول، مفيش بناء المجهول في الجملة. الجملة هنا مش مبنية المجهول. خلاص I started to live in Edfu in 1999، أنا بدأت حياتي في إدفو سنة 99. ولا I left it for ولا سبتها؟ لا، الجمله سي هي اللي تحافظ على نفس المعنى. ليه؟ لان المضارع التام شبه من ما جينا نشرحه ان هو زمن يعبر عن فعل حدث بدا في الماضي ولسه الاثر في الحاضر. هو قال لك انا عايش في ادفو منذ العام 99، صح؟ طب ايه اللي عبر عن نفس المعنى؟ انه بدا يعيش في ادفو ماشي في العام 99. طب هو سابها؟ لا لسه، لان الجمله لسه في زمن مضارع التام. نروح لجمله رقم 45 بيقول لك فيها I haven't gone shopping for a week، أنا لم أذهب للتسوق لمدة أسبوع. جميل، I mean to say that، أنا أقصد إيه بالجملة دي؟ I didn't go shopping last week، أنا عمري سوري أنا ما رحتش التسوق الأسبوع اللي عدى كله. لا، هو بيقول لك أنا لم أذهب للتسوق لمدة أسبوع، مش معناها أنا ما رحتش. طيب بعد كده بي It is a week since I last went، ده عدى أسبوع منذ آخر مرة رحت فيها التسوق، ولا I didn't go shopping a week ago، لم أذهب للتسوق ماشي من اسبوع مضى. تمام، ولا I wanted to go shopping last week، انا كنت عايز اتسوق الاسبوع الماضي. لا، اللي بيديني المعنى هو it is a week since I last went shopping، لقد مضى اسبوع منذ اخر مره تسوق. طب بما ان ظهر قدامنا التدريب ده يا شباب advanced exercise on language اللي هي التدريبات المتقدمه على اللانجوج، خد بالك من التنويه. التدريبات التاليه اتبعها الاجابه والتوضيح. يجي مثلا بعض الطلبه يقول لي يا مستر ده ليه مش حل التدريب الادفانسد؟ ما هو محلول، يعني الكتاب حله ومعلق وشارح هو خد الاجابه دي ليه؟ طبعا هيبقى كده اهدار الوقت ان احنا نقعد نحله تاني بما ان الكتاب حله وكمان قايل لك ده اتحل ليه. انا بحل معاك التدريبات اللي الكتاب مش جايب لك حل ليها ومش قايل طبعا ايه الاجابات حلها الحل ده اخدناه ليه. كده التدريبات اللي على اللانجوج على الدرس 1 و2 انتهت، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من تدريبات المنهج بتاعك مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ عزت. إن شاء الله انتظرونا في المزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.